في ممثلين في السينما المصرية اتولدنا لقيناهم موجودين، ومن كتر ما هم موجودين بقى وجودهم ممتع وجزء من تجارب الأعمال الفنية سواء مسلسلات أو أفلام، ودايما بيبقى فيه أدوار في دماغنا كده بيبقى مفيش بديل عنهم فيها، هو ده اللي بيعمل دور الأب أو الجد، ما ينفعش حد تاني مهما كان. علشان كده أنا عبد اللطيف من قناة من غير مونتاج، وفي الحلقة دي هنتكلم عن حسن حسني. في مدينة القاهرة سنة 1931 في عائلة ميسورة الحال، يعني مش تحت خط الفقر ولا أغنية قوي، بين البنين كده، اتولد للعائلة دي طفل اسمه حسن، حسن حسني. ولأن حال العيلة دي كان إلى حد ما كويس فبيدخلوا ابنهم ليه المدرسة، وطبعا انت عارف يعني الطفل، واحنا بنتكلم في من غير مونتاج شخصيات، فبالتالي لازم التوستاية اللي فيها نكد بقى. طبعا حياة حسن حسني كان فيها نكد وهو صغير، وهو وفات أمه وهو عنده 6 سنين. الخبر اللي كان محزن جدا لحسن حسني وما قدرش ان هو يتخطاه غير لما والده غير محل إقامته من حي القلعة في مدينة القاهرة لحي الحلمية. بس برضو لما اتنقلوا لحي الحلمية حسن حسني كان في مود الكآبة برضو، لحد ما دخل مدرسة، مدرسة الرضوانية في حي الحلمية. في المدرسة دي بيقابل مدير المدرسة اللي كان فيه بينهم كده كيمياء خلينا نقول، والمدير كان بيحب حسن وحسن برضو كان بيحب المدير، ونظرا لحب المدير في حسن حسني كان بيخليه يشترك في الأنشطة الطلابية، وكان أهمهم مسرح المدرسة. فحسن كان بيرد على حب المدير ده ليه بأنه في أول مسرحية يقدمها كان بيقدم دور مدير المدرسة، وهو طفل صغير كده كان بيقدم دور المدير. كمان حسن حسني كان بيشارك في الحفلات المدرسية كممثل فيها، لو يعني عايزين يعملوا مسرحية أو حاجة زي كده هو اللي كان بيمثل وبياخد أدوار البطولة، لدرجة خليه يتكرم وهو في المرحلة الإعدادية وياخد كأس التفوق في المرحلة الإعدادية نتيجة لتمثيله اللي كان مبهر. بعد كده بيتكرم من وزارة التربية والتعليم نتيجة برضو لتمثيله الكويس، ولما بيخلص التوجيهية اللي هي بتكافئ الثانوية العامة بياخد حسن حسني قرار متوقع جدا، وهو انه عايز يكمل حياته في التمثيل. في الفترة دي لو اتكلمنا على القاهرة واسكندرية والمدن الكبيرة فكانت في حاجة منتشرة بشكل كبير، وهي التياتروهات والمسارح اللي كان بيتعمل فيهم يعني اسكتشات خفيفة كده او مسرحيات مهمة، بس برضو كانت على الضيق. فحسن حسني شاف من الحاجات دي اماكن يبدأ فيها الكارير بتاعه كممثل، والقرار ده يخلينا ناخد وقفة صغيرة كده شوية. من اصعب انواع الشغل على الاطلاق هو الشغل اللي انت بتعمله قدام جمهور. تخيل كده ان انت مثلا بتلقي شعر، طول عمرك متعود ان انت تلقي شعر في اوضتك وحس ان انت عندك موهبة مهمة جدا، لو خدتك من ايدك كده ووقفتك قدام 50 واحد، 50 واحد كل واحد فيهم عنده رأي وعنده فكر وعنده دماغ وعنده ودان وعنده عين وشايفك وانت بتتكلم، انت مطالب انك تتعامل مع كل انواع الاحباط اللي انت هتشوفها وتتعامل مع ردود الفعل. ممكن تكون بتقول نكتة مثلا قدام ناس والناس دي ما تضحكش، لازم تتمالك نفسك ويبقى عندك ثبات انفعالي عشان تقدر تكمل الدور بتاعك. حسن حسني بقى من وهو صغير بيقابل كل الانواع دي، طول عمره وهو بيمثل على خشبة المسرح، فبالتالي هو كان متمرس جدا على المسرح، وخروجه من مسارح المدرسة للمسارح اللي هي بيقابل فيها جمهور ما كانتش حاجة مخيفة بالنسبة له خالص على الاطلاق absolutely. ومع وصولنا للستينات حسن حسني بيقرر انه هيقدم في المسرح العسكري، بس بيتفاجئ حسن حسني انه ما بيقدمش الموهبة بتاعته دي لفئة واسعة من الشعب، او بيقدم موهبته لجنود او ضباط وعائلاتهم وهكذا. هو كان شخص بتاع جمهور عايز يشوف رد فعل الجمهور كله على اللي هو بيعمله، مش فئة معينة من الناس، واحنا بنتكلم على الستينات ومصر والمسرح العسكري، فطبيعي هنوصل ل 5 يونيو سنة 1967، التاريخ المشؤوم بالنسبة للوطن العربي كله، وانتوا اكيد عارفين ايه اللي حصل فيه. مع بقى النكسة اللي حصلت سنة 67 بيتم حل المسرح العسكري، مصائب قوم عند قوم فوائده، بس جات لك من فوق يا برنس، المسرح نفسه اتحل. فهوبا راح طالع من المسرح العسكري ده وقدم في مسرح اسمه مسرح الحكيم. حسن حسني لما بيحكي عن حل المسرح العسكري
بيقول ان هو على الرغم من ان الخبر كان تعيس جدا عند كل الناس، طبعا مش ان المسرح العسكري اتحل وما فيش حد كان بيروح يعني، ولكن هو طبعا بيتكلم على النكسة، الا ان الخبر ده كان مفرح جدا بالنسبة له، لان هو كان بداية ظهوره للجمهور العادي، حتى ان تعبيره عن اللي حصل ده ان هي كانت انفراجة بالنسبة له. على خشبة مسرح الحكيم بقى بيقدم لينا حسن حسني اكتر من مسرحية، منهم مسرحية عرابي مع المخرج نبيل الالفي، ومسرحية المركب مع المخرج نور الدمرداش، بس بتيجي خطوة مهمة جدا لحسن حسني وهو اشتراكه في مسرحية كلام فارغ للمخرج سمير العصفور. لو انت متعرفش اي حاجة عن المسرحية دي فانت شخص عادي جدا، انا برضو ما كنتش اعرف حاجة عن المسرحية دي، ولكن المسرحية دي كانت محققة ارقام قياسية وقتها، وفضلت 6 شهور بتتعرض على المسارح. 6 شهور دي هو رقم طويل جدا بالنسبة للوقت ساعتها، ومع نجاح المسرحية دي يبقى اسم حسن حسني بالنسبة للمسرح اسمه مهم، فيتنقل للمسرح القومي، ومنه على المسرح الحديث اللي بيعمل فيه مسرحيات كتيرة ومتتالية ونجاحات مختلفة عن التانية. النجاحات بتاعته دي كانت بتتزامن مع تكوين وتشكيل فرقة تحية كاريوكا للمسرح. عارفينها انتوا تحية كاريوكا؟ مش محتاج اقول لكم هي مين يعني. فيكون من اوائل الاسماء اللي بتنضم للفرقة دي هو حسن حسني، اللي بيفضل في الفرقة 9 سنين. 9 سنين عمال يعمل مسرحيات في الفرقة دي، وهو نفسه بيقول على الفترة دي انها كانت من اسعد فترات حياته كممثل، وعمل فيها مسرحيات كتيرة جدا، اشهرهم كانت مسرحية روبابيكيا ومسرحية صاحب العمارة. لكن مع دخولنا للسبعينات حسن حسني ادرك ان المسرح يقدم ممثل شاطر، لكنه صعب يقدم ممثل مشهور، لان في الفترة دي التلفزيونات كانت منتشرة في كل البيوت المصرية، والمسلسلات كانت في عصرها الذهبي، والافلام كان ما بتاخدش شويه في دور النشر وبتنزل على التلفزيون برضه، وبالتالي المسرح فقد جمهوره. فبيبدا حسن حسني اعماله الدراميه فعلا مع الخطير والنجم والكبير عبد المنعم مدبولي في مسلسل ابنائي الاعزاء شكرا، اللي كان بيقدم فيه شخصية الموظف المرتشي. هوب مرة واحدة الناس تقبلوا في الدور ده، بالرغم من انه كان دور شرير لكنه معلق مع المصريين. وبرضه يعني تحس ان القدر كده كان بيلعبها حلو مع حسن حسني، لان في الوقت ده كانت استوديوهات عجمان ودبي بدأ في الامارات، وكانوا عايزين يبداوا يعملوا دراما اماراتيه، وطبعا هيستفيدوا من خبرات الممثلين المصريين، لان مصر وقتها كانت هي اغزر دوله اغزر ايوه غزير اغزر اغزر دوله بتنزل افلام وعندها ممثلين بشكل غزير. ومن ضمن الممثلين اللي اختاروهم في استوديوهات عجمان ودبي كان حسن حسني، اللي كان حابب ومتحمس للموضوع جدا لدرجة خلت اسمه في وسط الممثلين يبقى الممثل الطائر، لانه كان على طول كده في المطار رايح لدبي جاي من دبي رايح لدبي جاي من دبي. والصراحة شغل حسن حسني في الاستوديوهات دي كان بيدر عليه عائد مادي كويس جدا، لدرجة خلته يبعد عن المسرح لفترات طويلة. ما اصل خلاص بقى انا هرجع للمسرح تاني ليه، وانا المسرح ما قدمليش اي حاجة غير ان هو بناني انا كممثل قوي. لكنه في منتصف الثمانينات يرجع يصالح جمهوره مرة تانية بمسرحيات، كان اهمهم يعني مجنون ومسرحية على الرصيف. لكن بص بقى كده معايا، احنا عمالين نتكلم على حسن حسني دراما ومسرح، ما جبناش سيرته في السينما خالص، وده لانه فعلا ما كملش في السينما بشكل مؤثر. وكان ظهوره في فيلم الكرنك سنه 1975 ظهور باهت وضعيف جدا، حتى ان الناس ما تفتكرش ان حسن حسني كان في الفيلم ده، بس الدور اللي عمل علامه مع حسن حسني وخلى الناس تقول اه ده حسن حسني مثل في السينما كان دوره في فيلم سواء الاتوبيس. واي نعم كان دور شر، الا انه على الرغم من ملامحه الابويه الجميله جدا دي، بس بيثبت ان هو قادر يعمل حاجه زي كده، وقادر يشيل ادوار شر مقارنة بين ممثلين اللي شكلهم شرير بطبيعة الأمر. يعني أنا شكلي ممكن يبقى أوبوي ولطيف وجميل جدا ومستحسن عند الناس، بس قشطة أعمل أدوار شر مفيش مشكلة. الحاجة اللي خلته يظهر في أدوار شر برضو زي دوره في فيلم البريء مع أحمد زكي، والهروب برضو مع أحمد زكي، والفيلمين طبعا كانوا من إخراج العبقري عاطف الطيب. تعرفه؟ زميلي وصاحبي يا فندم. ضربه كف على وشه. ضربته ليه يا عسكري؟ سيادتك امرت وانا لازم اطيع الاوامر ولا غلط يا فندم. اضربه عشان تبقوا خالصين. وظهوره بعد كده في فيلم زوجة رجل مهم مع محمد خان. بعدها بقى بيعمل فيلم مهم جدا اسمه سارق الفرح، بيعمل فيه شخصية مهمة جدا بالنسبة لحسن حسني اسمها ركبة الأراداتي، واللي أخد عليها 5 جوائز في نفس السنة دي. من الحكايات الطريفة جدا إن في السنة دي اللي هي سنة 1993 كان حسن حسني بين لبنان وسوريا، لأن كان في أعمال هو كان بيصورها هناك. في وقت وجود حسن حسني في لبنان وسوريا كان الوقت ده بيتزامن معاه تقديم الجوائز بتاعت مهرجان
القاهرة السينمائي، وهو كان رافض وجوده في مصر ساعتها لان يعني ملهاش لازمة ان انا احضر المهرجان واللي هيتكرم وش هيكون بين فاروق الفيشاوي ومحمود حميدة، عادي يعني. الا انه بيجي له خبر مفاجأة، انت يا عم حسن حسني اتكرمت كافضل ممثل في مصر سنة 1993، وفي نفس السنة بيتم اعلانه افضل ممثل برضو في مصر في مهرجان اسكندرية السينمائي، ومرة واحدة كده حسن حسني بقى على قائمة اهم ممثلين المصريين في التسعينات. السنة دي كانت سنة حظه بكل المقاييس، محدش يقدر ينكر، لكن على الرغم من التكريم الكبير اللي خده حسن حسني ده، إلا إن السينما في مصر كانت بتتغير بشكل كبير. الصناعة كلها كانت بيحصلها عملية إحلال وتجديد، بدأت تظهر وجوه شابة كان أهمهم مثلا محمد هنيدي والجيل اللي ظهر معاه، الجيل اللي غير السينما المصرية سواء في الكوميديا أو في الواقعية أو في التراجيدي أو في أي حاجة زي كده. لكن برضو وجود حسن حسني في الأفلام الجديدة دي كان ضروري بالنسبة للجمهور وبالنسبة للكرو نفسه، لأن الجمهور صعب تفرض عليه وجوه شابة هم اللي يشيلوا الفيلم كله، لازم تجيب لهم برضو حد شكله مستحسن بالنسبة لهم ومألوف، فهيكون مين يعني غير حسن حسني؟ والكرو والكاست نفسه لأنه محتاجين حد خبرة وتقيل في المجال وبقاله فترة طويلة جدا شغال زي حسن حسني يشيل معاهم الفيلم ويستفيدوا من خبراته. وفي الفترة دي برضو ما نقدرش ننسى بقى علامات مهمة جدا بالنسبة لحسن حسني، يعني مثلا انت بتتكلم على مسرحية عملها مع محمد هنيدي اسمها مسرحية عفروت، كيمياء غير طبيعية عندنا فوق. يا سلام، شكلك وحش. طب اعمل ايه؟ لفها كويس عشان الدنيا برد برد برد. ايوه اطلع يا ابني. هو انا طالع انا وامي؟ بعد كده نفس الكيمياء دي يستغلوها في ان هم يعملوا مسرحيه تانية وهي حزني اياه، مسرحيات مهمه جدا كلنا بنحبها بدون استثناء يعني. فيها بهيب في زواو جايبان الامه وجايبان واحد ياكلها. وعلى الرغم من ان الادوار الكتيره اللي كان بيعملها حسن حسني في الوقت ده كانت بتثير بعض ممكن نقول الاشمئزاز عند بعض الناس، انا دايركت على طول اهو، لان هم شايفين ان حسن حسني راجل كبير في السن فانت بتبهدل نفسك ليه يعني، بس هو كان راجل واقعي، هو كان عايز يشيل شويه فلوس حلوين كده لاولاده بعد ما يموت عشان ياخد لقب جديد في السينما، وهو قشاش السينما وقشاش الدراما وقشاش المسرح، كان بيعمل كل حاجة. بس حسن حسني في الوقت الحالي بقى راجل كبير جدا في السن وبقى ظهوره صعب شوية في الافلام، تحس ان هو بيطلع يعني ايه بيكرموه في الفيلم اللي هو بيطلع فيه، ويعتبر من اكتر الممثلين او من اكتر الناس في مصر عموما اللي بيطلع عليهم شائعات بان هو مات، تلاقي كل 4 شهور كده او كل 5 شهور الحق حسن حسني مات، وبعد كده يطلع يقول والله يا جدعان لسه عايش. يمكن الشائعات دي بتظهر لان هو كبير جدا في السن، ويمكن برضو علشان الصدمات المتتالية اللي بدأت تجيله في حياته، مثلا اكبر صدمة جت حسن حسني في حياته مؤخرا كانت وفاة بنته، لكن خلينا متفقين ان الراجل لسه عايش وقت تصوير الحلقة دي، وانا بتكلم قدام الكاميرا دلوقتي حسن حسني لسه عايش. خلاص؟ خلاص. ومازال برضو بيظهر لينا في اعمال سواء سينمائية او تلفزيونية كنوع من انواع التكريم للعلامة اللي ظهرت في السينما المصرية واسمها حسن حسني. حسن حسني يعتبر برضو من الممثلين اللي عملهم كثيرة جدا، وهو نفسه قال قبل كده ان انا مش فاكر الاعمال اللي عملتها كانت كام عمل، وانت لو فاضي ممكن تدخل على صفحته على ويكيبيديا مثلا وتفضل تسكرول كده وتعد الاعمال دي وتقول لنا تحت في الكومنتس هم كانوا كام عمل. انا كسلت يعني الصراحه، انا كسلت اعدهم من كتر ما هم كتير يعني. اذا كان الراجل نفسه مش فاكر الاعمال اللي هو عمله، انا هقولهم ليه؟ مش عارف. وبس كده انا خلصت كلامي عن حسن حسني. لو عجبتك الحلقه قول لي رايك تحت في الكومنتس، ويا ريت تعمل لايك وشير الحلقه لو عجبتك، وتتاكد ان انت عامل سبسكرايب ومفعل التنبيهات علشان عايزين نكبر القناه اكتر واكتر. وهي بس كده. السلام عليكم.